تشكيلة نادي الزمالك: أبو جبل في حراسة المرمى، عبد الشافي، محمود علاء، الونش، حازم إمام، طارق حامد، زيزو، ونجم، يوسف أوباما، إسلام جابر، وبن شرقي. حازم، رأيك في تشكيل الزمالك؟ يعني معظم اللعيبة معقولة، الأساسيين تقريبا مريح، بس يعني لعب إسلام جابر النهاردة بعد ماتش أفريقيا، أشرف بن شرقي بعد عودته من الإصابة بيلعب راس حربة، دي برضو يعني ممكن تبقى تاخد يعني النهارده كاسونجو بره التشكيل خالص، ومصطفى محمد بره التشكيل خالص، وشيكابالا بره التشكيل خالص. لكن هتكلم على حته راس حربه دي، انت عندك بره عمر السعيد، هو واضح انه هيلعب على لعيب على ان يبقى راس حربه بتاعه اللي هو شالو سترايكر. طب معنى الثلاثه اللي انت قلتهم ايه؟ ان هو مريح لعيبته الاساسيين او بيفكر ممكن الاثنين، خصوصا يعني سيبك من كاسونجو، ما اعرفش كاسونجو مريح ليه، لسه جاي اساسا، فما اعرفش مريح ليه، هل هو مصاب ولا حاجه، ان شوكو يكون مريح لانه ما لعبش لسه جاي، يعني لعب نص ساعة في اخر في الماتش اللي فات في افريقيا، فكنت اتمنى ان هو يعني لعبه اكتر شوية عشان يبتدي ياخد ريتم الماتشات. لو مصطفى مش موجود يبقى كاسونجو موجود، لكن الاثنين بره خالص، حاطط عمر السعيد بره. بص، اشرف بن شرقي مع يوسف اوباما هيبقى فيه كرة في الرجل كويس، بس لو اتزنقت انك تلعب كرة طويلة او كرة عالية مش هيبقى عندك انك تعرف تعمل محطة كويسة. اسلام جابر كان كويس في الداخلية لغاية دلوقتي، لسه بيحاول وابتدى يديله فرصة، فهنشوف النهارده. لكن التشكيل طبعا في عدم تجانس شويه، ان هيبقى اسلام جابر مع نجم اشرف بن شرقي، الحته دي انا خايف بس يبقى لعب كله على ضيق ومساحات ضيقه ولعب من العمق كتير يعني.